يا حبيبان بسمعك بدون زعل. بيبي انت ما بيصير توافق عشو حبيبي على السيناريو اللي كتبته نانا. انت عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد عم بحكي. نور حبيبي انا صرت عم بتفاجئ فيكي صراحه. حسام حبيبي وانا كمان عم بتفاجئ فيك بصراحه. هلا انت مش موافقه على المبدا كله ولا بس لانها رفيقتك؟ انا ضد المبدا كلياته. حياتي ايه بس ما انا فنان، يعني هذا شيء طبيعي وانت لازم تستوعب هذا الموضوع، يعني يمكن بكره بدي بس انشهر صير اتصور مع بنات ويمكن اعبطهم للبنات ويمكن بوصهم كمان. انا فهماني انك فنان وبعرف انك فنان، بس بصراحه يعني بيبي هذا الموضوع وهذا السيناريو اذا تصور انا رح اخسرك واخسر رفيقتي. اف 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 كبر الموضوع كثير يعني. ايه لا مو اف 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 وماني مكبر الموضوع، بعدين حط ايدك بعينك مثل ما بتجعك بتجع غيرك. بيبي تخيلني انا مطلوبه على شيء فيديو كليب لمطرب كثير كثير معروف وانا كثير بحبه، وبهذا الفيديو كليب عم بعانقه وبوسه ويحملني، شو رايك؟ انه عادي حبيبي هيدا فن. يا حبيبي هيدا فن فن. اها قلت لي عادي. عن اذنك يا فنان تقعدي. مثل العادي حردت. ميدي حدا ضايقك شيء؟ لا بدي اسالك سؤال. اساليني. اذا خيرك سائل بينه وبين شغلك شو بتختاري؟ ليش عم تسالي؟ يا الله هيك سؤال. لا بدي اعرف ليش عم تسالي. ليش انا شو عملت حتى اترك الشغل؟ يعني مثلا عم يغار عليك من الزباين؟ شغله غيره بترك الشغل كرماله والمشكله. يا خساره سقطتي في الامتحان. انه امتحان؟ انا كنت متوقع انه يكون رايك غير هيك، كنت متوقع انه تتمسكي باحلامك وبشغلك ومستقبلك، بس يا خساره. هلا احلامي صارت هي الشغل ورا الكاش. لا انت اكيد عم تمزحي. طيب اذا كنت عم تشتغلي الشغل اللي بتحبيه وخيرك نفس الخيار شو بتعملي؟ كمان بترك. لا عن جد انت انسانه ميؤوس منك. هوبليس كيس. ميديا ليكون انسان مو مخليك تصوري الفيديو كليب. صح النوم. اي صح بدنك. بس انا محلي ما بصوره. هي مثل ما اقول لك اقدر اكلمك بعد شوي؟ لا سوي لي رنانة برجع اتصل لك. ما عندك رصيد؟ انزين ما علي بحاول اترش لك رصيد. لا عاد لا تكبر الموضوع ما في فرق بيننا. اوكي يلا مع السلامة. هلا حبيبي. اهلين يا حياتي. شو هاد؟ معقولة سوي لي رنة؟ يييييي كأنه بخي؟ لا بالعكس وايد كريم. بس هو يا حليلة يعطي دوم موظفين التليفون، دوم يفضون لي اياه. قلتي لي يا حليلة. هي أول مرة بسمع مدير بيعطي تليفون لموظفينه. زين خلينا من رافي الحين، قولي لي أنت شو بلاش؟ حسام. خير شو في؟ حاسة إني رح أخسر حسام أو رفيقتي. أي وحدة فيهم؟ ميديا طبعاً. زين وأنا شو علاقتي في الموضوع؟ كيف أقدر أساعدك؟ نانا، الحل عن نانا. تبين هتغير السيناريو مال الفيديو كليب؟ إيه، وبصراحة ما في غيرك ممكن يقنعها. الحين أنتِ ما حصلتي غير نانا أقنعها أنا؟ ما تعرفين عقليتها المتحجرة؟ نانا مستحيل تقتنع، بتغير لون يلدها ولا بتغير كلمة في السيناريو، شو رأيك؟ مين مفكرة حالها؟ جبران خليل جبران ولا غادة السمان؟ لا، يمكن أهم. لولو، طيب والحل؟ خلاص، أنا بحاول وياها، بس الصراحة ما أوعدش إني أنجح. يا ستي، بنكون كسبنا شرف المحاولة. مستحيل. أنا ممكن غير لون جلدي ويصير أسود مثل الفحمة ولا ممكن غير كلمة بالسيناريو. نانا عشان خاطري. زين يا حبيبتي ليان هيدا فن إبداع رؤية خيال. ما فيه خاطري وخاطرك. هيدي فكرة بتنولد مثل ما بينولد البيبي بهالصعوبة.
صبت ايدي. سوري بعتذر، انا ما في غير شيء. زين والحل الحين؟ ما في حل نانا، انا الحين قاعده اتكلم لمصلحتك. اذا تبين تثبتين للناس انك كاتبه وعندك موهبه صدقيه، لازم تغيرين شوي هاي العقليه المتخلفه. لازم شوي تتقبلين اراء الناس، تاخذين وجهات النظر المخالفه لوجهه نظرك، ولا بتستوين وبتمين في مكانك طول العمر. هلا انا هيك؟ عيال معقولة تخربين بيت ربيعتك نور وتخلينها تتخطيبها وبعد تخربين علاقتها بميديا بس عشان ما تغيرين كم من كلمة في السيناريو؟ نانا انت كذي قاعدة تلعبين في النار وصبوعك الوحيدة اللي بتحترق. على العموم انا حذرتك والكرة الحين في ملعبك. لحظة لحظة ليان، شو بعد؟ انا مستحيل زعل صبية واحدة منكم لكرمال سيناريو التايتانيك. خلاص راح اعدل السيناريو. جزاك الله خير والله. هذا رافي. بناخذ لقطة لحسام، هو قاعد على البحر عم يبكي، عم يتذكر حبيبته اللي ماتت. شو رأيك استاذ رجاء؟ يا سلام يا سلام يا انسينارا على هال نانا نانا نا نا. عذريني شوي، ذاكرتي ضعيفة على كم الشغل والضغط يا اخي. الحقيقة خيال جميل جميل، هاي بناخذ لها جيبي جيب ونفوت. جيمي جيب جيمي جيب شو قلت انا؟ ليش بنفوت كلوز بيطلع معنا هالشيء خيال؟ ريت احلى شيء الكلوز. ايه وبعدين نرجع بناخذ لقطه للبحر، واز بيطلع منه بنت رائعه الجمال على شكل حورية البحر. طبعا هي بتكون عشان يعني عشان بتكون عندكم. ايه وبيركض علي حسام. طيب وهون من بيعانقها وبيضمها. لا لا ما بيعانقها، ما بيعانق، ما في عناق. لغيتوها العبطة يعني؟ هلا سمعنا، خلينا نفهم من نانا. نانا احكي. بقرب بيسلم عليا بصفحة ولا لا؟ لا لا شو، ما بصفحة، ما ايه ايه بس ايه ايه بس نظرات، نظرات بريئة، يعني احنا ما بدنا نظرات جريئة. شو هذا يا انسي نانا؟ شو المسخرة هاي؟ لا مش مسخرة صدقني والله، دراميا بتزبط أكتر، يعني هو في أهم من لغة العيون. شو لغة العيون؟ شو هالكليب هذا صار؟ بعدين ناخد لقطة لحسام نايم بأوضة النوم. لا لا مش نايم بأوضة النوم، نايم على الصوفة، صوفة بالصالون. وإذا بيوها فجأة من حلمه وبتفوت ميديا، بتفوت ميديا من الأوضة لابسة لبسة عباية طويلة. عباية؟ لك تعال شباب، عباية فيديو كليب وعباية، شو هال يا أختي؟ لا لا ما بصير، لا اسمح. لا شو نص كم؟ أنا ما بلبس عباية إلا كم طويل مع القفازات حتى. إيه معلش ميدو، أساساً الكم الطويل أستر وأحلى. لك شو بكون يا جماعة؟ أنتم شو بكون؟ بعمركم مو شايفين فيديو كليب؟ والله أنا حاس حالي عم أخرج ندوة. مسيو روجي، ما نحن هون الضربة تبعنا، نحن بدنا نعمل إخراج لشي منه مألوف، بدنا نصور فيديو كليب محافظ، يعني نخلي الناس تحكي فيه. محافظ؟ محافظ؟ فيديو كليب محافظ؟ سمعان بهالمصطلح أنت؟ نيفر نيفر نيفر، هي بدعة جديدة مسيو روجي، ما حدا سمعان فيه. ليك لقلك شغلة، محافظ مو محافظ، ميديا رح تلبس خيشة، تلبس حورية البحر، تلبس أي شيء. الكليب رح أخرجه، يعني رح أخرجه. نور نور أي شوفي شوفي حلو هاد. أي بس هلأ أخذتي واحد مثله. حتى لو حبيبتي لا تنسي هذا فيديو كليب، يعني بدي بدل عشرات المرات. امشي لفرشيكي شغل تاني بتفلج. ترررم شو رأيك؟ لا انتي حرارتك مرتفعة ميدو، شبك مو هلأ أخذنا البيج منها ليكا؟ لا يا حبيبتي هذا لون تاني، هذا لون قرمودي ما عندي منه. أرميدي قصدك؟ يعني أرميدي بس ما حلوة بتفلج. واو شو قديش طلعوا؟ ما بعرف. سوري How much? Total is 8,000 dirhams. Okay. هذا أكيد عم يمزح ما؟ معك؟ لا مو معي، أكيد ما معي. قلت لك ما حملي غير 4,000.
لحظة لشوف إذا ما معك ليش انبحتي فرد بحتي؟ ليش ما معي غير 2000 والكرت نسيانته بالبيت. ما شو بدنا نساوي؟ خليني أفكر لك شيء قصة يعني ما حلو منظرنا هيك. طبعاً معقولة رجعنا الله مو معقولة. لا فينا نتركهم إذا بدك ونرجع بناخذهم نعطيهم قدام العالم. I have visa card. Is it okay? Yes. وسام؟ يعني معقولة ما ساهم معك بالفيديو كليب؟ دي لك شغلة؟ قولي. وسام غرامك أحلى غرام. نيالك. Thank you. This is for her as well, right? Yes. Yeah, thank you. خلص هيك ما بدك شيء ثاني؟ لا حبيبي. شو؟ في محل ثاني بجنن وامشي امشي على البيت. Have a nice Thank you very much. كيف بدك تقول عنك بليز؟ Yeah, please, Sam. Thank you. تفضلي.